السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ان شاء الله كلشي يكون بخير وكلشي يكون مزيان. اليوم انا جبت لكم واحد العروض كاينه في بيم زوينه الصراحه بزاف ديال بصح عجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم. المهم البنات نبدا لكم بهذا الكوت هذا. الصراحه هذه واحد لاصوص طوماط اللي يلا جابوها بيم جديده، انا مازال ما جربتها ما حتى شي حاجه، ولكن صراحه كتبان زعما زوينه غير من الشكل ديالها. كدير 22 درهم وديرين الصولت في هذا الكاشير هذا المويل، ديري لي 5 درهم تقريبا 120. كاين صراحه كاينين صراحه لي صولد زويونين، يعني الا بغيتو غير الصولدات كاين في الماكله راه كاينين. هذا البنات لافاش كيري، هنا لافاش كيري دري لي 33 درهم فاصله 90، دري لي البنات 33 درهم فاصله 90. راه كاين صراحه كاينين لي برومو، كاين عاوتاني هذا راه دري لي 12 درهم، هذا راه ديال 16، يعني راه ماشي ديال 8 راه ديال 16. راه كاينين عروض زوينين حتى في المنتوجات ديال الاجبان، كاينين بزاف ديال العروض. هذا بنات القصبه جربوه واعر واعر، المنتج ديالو فن، داير 13 درهم فاصلة 90، 14 درهم تقريبا. هذا ايضام، هذا الفرماج الاحمر ديال ايضام، داير 105 درهم للكيلو تقريبا. هادو بقري اصلا فيهم كاملين، فيهم كيلو تقريبا كاملين، يعني ما غاديش تلقاو اكثر من كيلو، كاملين الاغلبيه تلقاو مغا كيلو. هذا البنات واحد الفرماج واحد الجبن زوين عجبني وبغيت نبارطاجيه معكم. ديجا خديتو زوين بزاف، داير 30 درهم فيه 450 غرام تقريبا نص كيلو. تقدري طيبيه بيه، تعملي بيه الحشوات، وتقدري حتى تفطري بيه، يعني راه واعر ديال بصح زوين المذاق ديالو. حتى هذا خرجوه جديد، انا مازال ما جربتوش. حتى هذا راه كيبان الصراحه زوين. كاين عاوتاني العروض في الكاشيره البنات واعرين، كاين العروض بزاف في الكاشيره. هذا البنات راه غير 15 درهم ونص، هذه القصبه عفوا 12 درهم ونص تقريبا 13 درهم نقولو. هذا بنات داندي راه داير 19 درهم فاصله 90، داندي درا دابا تقريبا شي جوج سيمانات وما دايرين لا العروض. بنات هاد الزبده هادي اللي مجربها تقولي واش زوينه ولا لا، صراحه مازال ما زعمتش عليها، ما شفتها ماركه ما عجبتنيش قلت ما غاديش نشريها. هذه البنات حتى هو راه مازال دايرين هاد العرض، هذا ديال 28 درهم فاصله 90، هادي ديال غاستروميكس، هادي عاوتاني البنات لاصوص لاكريم ديال لاكريم فريش ديال الطياب البنات، كدير 33 درهم فاصله 90، حتى هي راه زوينه. كنحاول كاع اي حاجه بينت نوري لكم الاتمنين باش تكونوا عارفين. هذه لا كريم فريش هي الصغيره دايره 21 درهم ونص. صراحه هنا في مغنينه الماركه الصغيره، ولكن في مرجان ولا في شي في سوبر واحد اخر دايرين لهم لي سولد. هذو البنات العصائر يعني راه دايرين لهم السولد. هذا البنات القصبه ديال داند فيمي ديال القصبه حتى هو زوين، والكاشير ديالو كيحمق. ها هما البنات، واخيرا جابوا القهوه البارده. الصراحه الماركه راه لا يعلى عليها، زعما ما غاديش نهضروا عليها اكثر من القياس، باسكو هي راه هضره على راسها. الماركه راه عالميه ومعروفه في القهوه ديالها الزوينه، شي الا كانت اوريجينال هذيك اللي جايبين راه زوينه بزاف. هذه الطابله البنات ديال التلفازه داير لها السولد واعر، شوفوا فنه وفي هذاك المجر كبير، يعني داير كامل مجرى ما بغيناش نحلو باش ما طيحش لينا ديك الطابله اللي فوق. راه السولد دايرين ليا سولد واعر، دايرين ليا 496، كانت 1100 درهم. راه تما كاين راه غير ما زوميتهاش البنات، راه 1100 درهم كانت، راه 499 زوينه بزاف. هادو الطبيلات الصغارين زوينين ديال الصالون الصغير، ولا هكا ديال القناتيات واخا هما كيتحطوا الوسط، راه زوينين بزاف هكا مع كويس ديال القهوه. فن الطبيلات هادو البنات هادو راه ما كيتغسلو ما والو، هكا تمسحيهم بزاف ناس في واحد الطوشو وكيبقى هما هم زوينين. نهار العرض الواعر اللي بغيت نوريكم دايرين عروض في الزيت، ديري ليها 100 درهم معافيه البنات، ديري ليها 100 درهم ولوسيور حتى هي البنات ديري ليها 100 درهم، دايرين عروض واعرين في الزيت. الزيت ديري لها 100 درهم، يعني سريع في العرض. ها الحوانت اخرى راه ديال كاين اللي داير 115، كاين اللي داير 105 درهم، كل واحد شحال داير لها. احتراوا يا البنات، داري لها الثمن زوين، كانت 95 درهم ردوها 89 درهم. واعر في العرض واعر البنات، غير سريع وسريع في العرض ديال السيوت، راه ما تلقاوش بحال هاد السولد هذا. حتى ديال جوج يطرو راه داري ليها السون ديال العافيه، داري لها 830 درهم زوينه. وهاد الكيسان حتى هما الصراحه عجبوني وبغيت نبارطاجيهم معاكم. هادو يلاه جابوهم زويونين، السين ديالهم حتى هو كيوت، والزاج ديالهم زويبون علاش حيت كيلمع وماشي بحال داك الزاج اللي كيكون كان مضبضب. هادو البنات المقالي راه مزالين، يعني حيت جابو منهم ستوك بزاف، تقريبا اي بين في المغرب تقدروا تلقاوهم حيت راه مزالين موجودين. هادو ديال التيسير راه يلاه جابوهم، انا نحلها معاكم باش تشوفوهم من الداخل. راه الصراحه زويوني الشكل ديالهم داك القديم، ولكن زوين حيت الزاج ديالهم زوين. هاد الزاج هذا عجبني انايا الصراحه حيت كيبري، شو الشكل ديالو زويون. هادو البنات ديال العطريه ولا ديال السليبات ولا ديال المقارونيه ولا ديال اي حاجه تقدروا ديروا فيهم، راه زوينين بزاف ديال الخشب.
هانتوما البنات شوفوا لي الزاج ديالهم زوين بزاف بزاف. هما ثلاثة راه الحجم ديالهم كبير غير كيبانو في الكاميرا صغار، الحجم ديالهم راه كبير. فيهم ثلاثة زوينين هادرو، هي الله جابهم هادرو، ما كانوش كانوا دوك الاخرين اللي بحالهم ولكن صغيورين عليهم. هذا الطويجين، هذا البنات هادو البلاستيكات مع داك البومبا الصغيرة باش كانوا كديري شي الحوايج ديالك ولا شي حاجه كتحيدي منهم داك الهواء اللي كنتي ديري في لافاليز ولا تخبي معاهم ثاني تلعب الجو وتلبسوهم. خصوصا انا كان مع الفصول هادو الحوايج ديال الدراري الصغار. نخليكم البنات مع لا فيديو حتى تكملوا راسكم وتشوفوا كل حاجه بشويه بشويه، حيت كاينين السولدات زوينين، كاينين الطحين، جابوا واحد الطحين سولد يلاه جديد وزوين بزاف بزاف بزاف. هادو القريعات حتى هما يلاه جابوا ما نحمقوني، كاين حتى في التوقيف فني. شوفوا لي البنات اللوينات، تقدري ديري فيهم قهيوه، تقدري ديري حتى اتاي، يعني اي حاجه تقدري تعمريها بهم راه زويونين. هكا نزوقوا حتى الكوزينه، في ديكوري الكوزينه زوينين بزاف. نتمنى البنات على فيديو ينال الاعجاب ديالكم، فرجه البنات ممتعه. الى عجبك لا فيديو نتمنى تشاركي عندي في القناه فضلا وليس امرا، وتخلي لي واحد كومونتير زوين. شكرا لكم البنات بزاف، والسلام عليكم. Yeah.